استطاعت الرقة تجاوز محنتها خلال تآلفهم مع بعض، محبتهم للبعض، الشعب إيد وحدة. هذا الشيء معروف يعني قوتها وتكاتفها لما خسرنا إيد وحدة ومشان داعش وخلصنا منه، قوة وإرادة وتساعدنا إيد بإيد وتكاتفنا. طبعاً هذا الشيء ثمنه كتير كان غالي بسبب الشهداء اللي دفعناهم، دافعوا بأرواحهم مشان يحرروا الرقة. في جيل انظلم، لازم خلص الراح راح، لازم نبني له شيء، لازم نعمل له شيء، لازم نقدم له شيء، لأنه الحسرات والندب على ما مضى لا يؤتي بنتيجة. هاي نتيجة وعي عند الناس، وعي وثقافة